بتعمل فيا كده ليه؟ وازاي ما تكلمنيش اول ما ده حصل؟ كلمتك كتير وبعت لك كذا رساله لكن انت ما كنتش بترد، حتى مدام غاده جبتها وفهمتها اللي بيحصل عشان ما تخرجش من اوضتها، لكنها خرجت النهارده وما اعرفش راحت فين. راحت لو سمحت اكشف لي على الاسم اللي دخل بيه هنا الاوتيل، ممكن يكون حاجز بيه في اي مكان تاني. انت جبتلي هنا ليه؟ جاوبني جبتني هنا ليه؟ معرفش. يعني ايه معرفش؟ ايه اللي خلاك تكلمني وتجيبني هنا؟ حسيت نفسي لوحدي يا غادة، حسيت نفسي ما عنديش مكان اروح، حسيت فجأة اني مش عارف اعمل ايه. فكلمتك وبعدين كنت عايز اشوفك. عشان الجايز دي تكون اخر مرة اشوفك فيها. وعايز تشوفني ليه؟ عشان تسمعني نفس الكلام بتاع كل مرة؟ عشان تشغلي نفس الاسطوانة بتاعت كل مرة؟ كنت باخد حقي وحق ابني وعايز اغير البلد ونفس المبررة. والله العظيم لا. كنت عايز اقول لك ان انتي صح. انتي كنت صح. وانا اللي كنت غلط. وإيه اللي اتغير؟ أنا اتغيرت يا غادة. وأنا المفروض أعمل إيه؟ أخدك في حضني وأطبطب عليك وأقول لك سامحني يا سليم، سامحني يا حبيبي، صح؟ أقسم لك بالله دي أكتر حاجة نفسي فيها دلوقتي، ما يهمنيش يحصل بعديها إيه. لقيته. أشرف محمد عبد الحميد. هو ده نفس الاسم اللي في الباسبور واللي حجز بيه أوضته. في حجز بنفس الاسم في فندق النخيلة بمرسى مطروح. خيري. سليم طالع على مرسى مطروح. عايز نشرب باسمه وبصورته على جميع المنافس، مفهوم؟ شكرا. العفو. اللي كان بيعمل الحاجات دي مش انا، ده كان واحد تاني ضعيف مكسور خايف مرعوب من كل حاجه حواليه وعايز ياخد حقه. بس والله انا فقت. طب الحمد لله انك فقت. انا تعبت اتبهدلت. انت تعبت واتبهدلت واعتقلت
وابنك مات وعملت كل اللي عملته ده عشان تاخد حق ابنك. انت 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 هي دي المشكلة، كل حاجة انت. بس انا انا حصل لي ايه؟ عديت بايه؟ عشت ازاي طول الفترة اللي فاتت؟ ما انا برضو جوزي اعتقل وابني اتقتل وتعذبت. ما فكرتش انا كنت عايشة ازاي؟ ما فكرتش كانت ايامي بتعدي ازاي؟ انا كنت عايشة طول الوقت لوحدي، وحيدة، خايفة، ما اقدرش احط عيني في عين الناس. ما صعبتش عليك؟ جاوبني، ما صعبتش عليك؟ انا ماليش غيرك في الدنيا. حقك عليا، انا ماليش غيرك في الدنيا. والله انا بعدت عنهم خلاص، ومتاكد ان هم عمرهم ما هيجوا تاني يدوروا عليا، وانا مش هرجع اعمل الحاجات اللي كنت بعملها تاني. والمتحف اللي كنت عايز تفجره؟ لا 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 خلاص، مفيش الكلام ده. لا انا هعمل كده ولا اي حد تاني هيعمل كده. انت ازاي اصلا توافق تعمل كده؟ ما كانش ينفع اقول لهم لا. ليه؟ عشان هددوني بيكي. كنت سبتهم يموتوني؟ لو كانت حياتي هتكون تمن لحياه الناس دي كلها كنت سبتهم يموتوني؟ ما اقدرش، ما كنتش هسمح لحد انه يقرب لك ولا يلمس شعره من راسك. هتعمل ايه؟ أنا كنت بحلم إن احنا نرجع تاني مع بعض، وده باين عليه مستحيل. وعشان اهرب من غيرك يبقى برضو كأني بموت. تهيلي مفيش قدامي حل تاني غير اني اسلم نفسي. امشي يا خادة. يعني هتسيبني تاني؟ ما هو أنا لو كنت قادرة أعيش من غيرك كنت عشت، لو كنت قادرة أبعد عنك كنت بعدت، ما كنتش جيت لك لحد. بس أنا ما أقدرش، ما تسميش يا سليم. ولا هزعلك تاني أبدا. ما عرفتوش سبب الانفجار لحد دلوقتي؟ رجالتنا هناك يا فندم وشغال على الموضوع وهيردوا علينا. وكمان عايزين نتأكد إذا كان جابر مات مع اللي ماتوا ولا قدر يهرب. مات ولا ما ماتش خلاص، ما عادتش تفرق. اللي معاه عرفوا ان احنا وصلنا له. تعالي بقى ما نكملش اللي احنا اتفقنا عليه. المهم دلوقتي ان احنا نخلي المتحف من اي متفجرات ونجهزه ليوم الافتتاح. انا يا فندم بعت اداره المفرقعات المتحف وشغالين على الموضوع ده، وكلها كام ساعه وهندي لسعادتك تمام ان المتحف جاهز للافتتاح. عظيم عظيم. قبل هم بقى ما يخلصوا شغلهم يكون احنا كمان خلصنا شغلنا. المهم دلوقتي ان احنا نقبض على جابر وسليم اذا كانوا عايشين. شيخ جابر
اتفضل يا شيخ. تردش على موبايلك ليه يا عبد الرحمن؟ اسف يا شيخنا، كنت نايم. عندك مكان تاني تقعد فيه؟ عندي، بس ليه؟ خير يا شيخ جابر، ايه اللي حصل؟ في حد تاني عارف انك قاعد هنا؟ مفيش غير حضرتك واخويا عمر. اخوك استشهد يا عبد الرحمن. ايه؟ ايه؟ استشهد؟ استشهد؟ ما تزعلش يا عبد الرحمن، اخوك ما ماتش. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم يا شيخ. ممكن تستضيفنا اليومين اللي جايين دول عندك عبد الرحمن؟ لا تخطى امرك يا شيخ. ايوه بس انا لازم اعرف مين اللي قتل اخويا. الداخليه؟ لا، سليم. ايه؟ الباشمهندس سليم؟ ليه؟ مش وقت دلوقتي يا عبد الرحمن. انا عايزك تروح تقعد عند اي حد من الاخوه وتجهزه. قريب قوي هنتحرك. ايوه شيخنا، بس لو سليم اللي قتل اخويا يبقى لازم يموت. ادخل غير هدومك يا عبد الرحمن وتحرك. ما تشغلش بالك، لما اخوك مش هيروح حضر. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. لا لسه، هتفهم كل حاجة لما أشوفك. أنا عايزك تجيلي النهاردة. أيوة النهاردة، وتجيب معاك كل الإخوة. عندي ليهم مهمة لازم تتنفذ الليلة. فهمني يا حبيبي، هنعمل إيه؟ أنا جهزت خلاص كل حاجة للسفر، ومعانا قرشين كده هيكفونا فترة، والباسبورات بتاعتك معايا، ولو احتجتي أي حاجة نبقى نشتري من هنا. مش ناقصني أي حاجة. وأنا ما كانش ناقصني أي حاجة.